ومذل الكافرين الظالمين المعتدين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى إخوانه النبيين الظاهرين وعلى آله ¡Hola!
مشارق الأرض ومغاربها لاحتلال الأقصى. هم أعداء الله من خلقه، فهم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هم أعداء البشرية كلها، فقد حكم الله عليهم. تركوا يكمل يا شيخ، تركوا تركوا. والله لا يحب المسلمين. أين علماء الأمة؟ أين شيوخها؟ أين شبابها؟ أين رجالها؟ أين المسلمون؟ ألم تسمعوا يا شعوب العالم الإسلامي وقادته في التاريخ؟ يوم أن حاول أحد الروم الاعتداء على عرق امرأة مسلمة فصرخت مستجدة لخليفة الأمم ومعتصمة إن أمهاتنا وأخواتنا يستصرخن بصوت مقهور وإسلاما وإسلاما. إن فلسطين أمانة في أعناقكم، وواجب المسلمين جميعا أن يهبوا لتخليصها من هذا اللغيط المكسوف الكيان الصهيوني. الله أكبر ولله الحمد. وإذا وقفتم يا شعوب العالم الإسلامي متفرجين كموقفكم هذا، فلسوف يأتي الوقت الذي ستقولون فيه كما قال القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. طبقوا قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. فرض على الأمة أن تترك القضايا الصغرى
تحيتي إلى أطفال الحجارة وأطفال السكاكين. أبارك رمية الحجر من يد متوطئة، وفي القدس قد نطق الحجر. أنادي علماء المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يظهروا كلمة الحق في مساجدهم، وأن يعلنوا لشعوبهم واجب إنقاذ المسجد الأقصى المبارك. اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. آمين. اللهم حرر المسجد الأقصى. آمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة مقبولة قبل الممات. آمين. اللهم دمر اليهود ومن يساعدهم. آمين. ومن يقف معهم. آمين. اللهم حرر أرضنا. آمين. اللهم حرر أسرانا. آمين. اللهم احفظ المجاهدين والمقاومين. آمين. اللهم تقبل شهداءنا. آمين. اللهم تقبل شهداءنا. آمين. اللهم احفظ الأردن. آمين. ومليكه وشعبه. آمين. وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكم مني عبد العزيز الصيف كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.